اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين ومشاهدي قناه الصحه والجمال وحلقه جديده ومختلفه من برنامجكم لمسه ولهبه. اعزائي المشاهدين النهارده معنا رساله خطيره جدا ومهمه. الرساله دي للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وللكابتن احمد مجاهد رئيس اللجنه الثلاثيه التي تتولى قياده الاتحاد المصري لكره القدم. الرساله بتقول لا يمكن للاعب شاب ان يتحمل ايقاف الموسم للمره الثانيه على التوالي وان يضيع عليهم مجهود وتعب موسمين على التوالي بسبب جائحة كورونا. سيادة الوزير لقد تحملنا كثيرا من التعب حتى عاد الرياضة في الموسم الحالي حتى عودة الدوري. هل يعقل أن يكون الموسم الحالي لا يتعدى الشهرين وبعدها ينتهي الموسم؟ نرجو من حضراتكم النظر إلينا بعين الرأفة والرحمة والمساعدة والخوف على مستقبلنا الرياضي من الضياع. فلكل لاعب منا حلم يسعى إلى تحقيقه فنرجو من سيادتكم الدعم والمساندة وعدم إلغاء أو انتهاء الموسم بهذه الطريقة الكارثية. وكلنا ثقة في أن حضراتكم لن تدخروا جهدا في مساعدتنا والوقوف بجانبنا، ولأن هذا الأمر يؤثر بالسلب علينا وعلى مستوى منتخباتنا الوطنية للشباب. حفظ الله مصر وشعبها ورئيسها وجيشها من كل سوء. دي رسالة جاتنا على صفحة البرنامج من أغلب الأندية، من أندية كتير جدا ومن مجموعة من اللاعبين المشتركين في دوري قطاع الناشئين. حبينا ان احنا نقولها لحضراتكم ويا رب صوتنا يوصل للمسؤولين. اعزائي المشاهدين يسعدني ان يكون ضيفي في هذه الحلقة الكابتن محمد مرسي، وهو لاعب منتخب السويس السابق ومدرب حراس مرمى بنادي الصفاقس التونسي وغيره كثير من الأندية ونادي الترسانة ونادي الصيد حاليا. اهلا وسهلا بحضرتك يا كابتن محمد، شرفتنا نورتنا النهارده في برنامج لمسه ولعبه حبيبي يا كابتن محمد. ومعنا طبعا الكابتن حماد عبده لاعب النادي الاهلي السابق ومدرب في نادي الصيد والمدير الفني لاكاديميه اف سي كايرو. اهلا وسهلا بك يا كابتن حماده، شرفتنا ونورتنا النهارده برنامج لمسه ولعبه. البدايه برضه تكون مع حضرتك يا كابتن محمد. كنا عايزين نتكلم عن مستوى حراسة المرمى في مصر في الوقت الحالي. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا في قرار صدر امبارح او اول امبارح اللي هو بتاع منع حراس المرمى الاجانب. انا اؤيد هذا القرار بشده. يعني ليه؟ لان العناصر اللي موجوده دلوقتي في حراسة المرمى في مصر ما تتعداش اكتر من 3-4 حراس. نتيجه ان الاهمال اللي كان سابق على ان اجيب حارس من افريقيا او حارس من اي دوله تانية، ده بيساعد الناشئين اكتر ان انا ادخر جهد اكتر ان انا اطلع حراس مرمى على مستوى عالي جدا، اوصلهم لمرحله النجوميه ومرحله ان هم يلعبوا في الدوري الممتاز. يعني هل القرار ده يعني ان انا اجيب حراس مرمى اجانب يلعبوا في الدوري المصري؟ لا لا ما ينفعش طبعا، ما ينفعش. يعني احنا عندنا حراس مرمى بسم الله ما شاء الله، يعني اخرهم لسه الكابتن عصام الحضري، راجل يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يزيده بمصحته. الراجل لغايه دلوقتي ممكن يلعب. مين حارس مرمى على مستوى العالم لسه بيلعب لغايه دلوقتي يعني في السن ده؟ عندنا الشناوي، عندنا الشناوي، عندنا ابو جبل، يعني في مجموعه هايله من الحراس يعني. لكن احنا بنطالب ان الناحيه التدريبيه بتاعتهم تكون اقوى من كده شويه في بالنسبه للمدربين اللي موجودين. طيب كابتن حماده، كنت عايز اعرف بدايتك في كره القدم جت ازاي كلاعب وكمدرب؟ لا، هو واجهت صعوبات كتيره الحمد لله. بدايتي كانت في نادي اسمه زهراء حلوان، وبعدها نادي المنشيه، ثم بعد كده نادي الشمس، وبعد كده نادي انبي، واخيرا كنت في النادي الاهلي مع كابتن دياس السيد. طيب كابتن محمد، اللي كنت عايزك برضو يعني في ناس كتير او ما تعرفش مين هو الكابتن محمد مرسي، عاوزك تعرف الناس بقى مين هو الكابتن محمد مرسي وتاريخ الكابتن محمد مرسي. يعني انا قاعد كنت بتكلم معاك بره لقيت تاريخ كبير جدا من الانجازات والحاجات العظيمه جدا اللي لازم الناس تعرفها وتعرف مين هم الرموز اللي شرفوا مصر بره مصر وجوه مصر من امثال حضرتك. يعني انا بدايتي كانت في نادي اسمه البنك الاهلي، اللي هو دلوقتي سبحان الله يعني بعد اكتر من 40 سنه وصل، بعد انا سبته وصل دوري ممتاز بعد 40 سنه، مش فاهم يعني ما كانوش وصلوا انا كنت بلعب ليه يعني. وبعدين لعبت في نادي منتخب السويس دوري ممتاز، برضو لعبت في نادي الترسانه دوري ممتاز. بعد كده خدت دراسات بتاعت مدربين، اشتغلت في قطاع الناشئين في نادي الترسانه، بعد كده سافرت السعوديه اشتغلت هناك في نادي اسمه احد. كان ليا شرف ان انا اشتغل مع الكابتن محمود ابو رجيله، وهو صاحب فضل عظيم عليا في التدريب.
بعد كده اشتغلت تاني في الامارات، في نادي الامارات ونادي العربي الاماراتي، واشتغلت في تونس في نادي الصفاقس التونسي، اشتغلت هنا في نادي جولدي دوري ممتاز، اشتغلت في نادي بترول اسيوط دوري ممتاز، نادي دريم في دوري ممتاز، شرقية للدخان، وكان عندنا احسن لعيبه موجوده في مصر. فالتاريخ كله الحمد لله كان في التدريب اكتر منه في اللعب. يعني انا لما لعبنا برضو يعني كان في، يعني انا ايام ما كنت في نادي الترتانه كان في عمالقه حراس المرمى موجوده في مصر، كابتن اكرامي الله يديله الصحه، كابتن ثابت الله يرحمه، كابتن عادل مامور، كابتن حليمه. فما كانش وضعين احنا، وانا كان معايا طبعا اسد حراس المرمى في مصر الكابتن حسن علي. فعشان انت تاخد فرصه في وسط الناس دي كان بيبقى صعب شويه، حتى لو انت مستواك متقارب منهم، هم اهلي وزمالك. يعني انا لما استدعوني مره في المنتخب، انت رايح انت عارف انك انت رايح بالشنطه وراجع بيها تاني اخر النهار، لان في عمالقه موجودين قدامك. يعني حاجه كابتن، بس اتفضل يا كابتن. في مجال التدريب، يعني اول واحد اداني الفرصه كان كابتن اشرف فؤاد في 2010 ودعمني في مجال التدريب، وبعد كده كان كابتن محمد احمد ماهر ساندني بقوه، والحمد لله اتعلمت، والحمد لله مع الدراسات، فلازم اديهم حقهم. يعني طيب كنت اسالك برضه كابتن حماده، يعني الطريقه المثاليه لاعداد لاعب كره قدم بشكل محترف، هي الطريقه لازم يكون عندك اولا مدرب يكون دارس وفاهم، وبعد كده بتشتغل معاه في البدني والفني والخططي والمهاري، كل ده بيديك ان انت بيكون عندك ناشئ كويس، فلازم تشتغل عليه من البراعم. يعني بدايه تاسيس من البراعم. تمام. طيب يا كابتن محمد، كنت عايز اتكلم معاك عن حراس المرمى في مصر، ليه ما بنشوفش حراس مرمى في مصر صغيرين السن محترفين بره، او يعني المستوى اللي احنا بنشوف بيه حراس المرمى؟ يعني احنا بنشوف حراس مرمى من افريقيا بيجوا يحترفوا هنا في مصر. في اختلاف كتير قوي الناحيه اللي هنا بالنسبه للاحتراف اللاعب عامه، مش حارس المرمى بس، اللاعب عامه. الظروف بالنسبه للاعيب المصري بتختلف عن اللعيب الافريقي. اللعيب المصري هنا ملتزم بعيله، ملتزم بدراسه، ملتزم ان هو ما يقدرش يسافر غير في سن معين. يعني حتى تلاقي ان عدد اللعيبه المحترفه بتاعت مصر بره، خارج مصر، عدد قليل جدا، ومعظمهم بيجي بالصدفه. يعني ما في، يعني مثلا في كام محمد صلاح عندنا غير واحد، في كام واحد زي النني غير واحد. لكن تعال شوف مثلا الدول الثانيه عندها بسم الله ما شاء الله انها بتسمح للاعيبتها من الصغر. بس احنا كابتن محمد شفنا يعني تجارب كتير ونماذج كتير لحراس مرمى. مثلا يعني الكابتن شريف اكرامي لما سافر احترف بره ما كملش. لما كابتن عصام الحضري اللي احنا بنقول عليه تاريخ وهو ده تاريخ مصر في حراسه المرمى، لما سافر برضه بره ما كملش. ايه السبب اللي خلى كابتن نادر السايب بنفسه؟ انا كان نادر عندي لما كنت ماسك فرقه جولدي برضه كان محترف بره. طبيعه اللاعب المصري بتختلف عن الطبيعه الاوروبيه في حاجات كتيره جدا. يعني انا مرنت حراس مرمى في السعوديه، مرنت حراس مرمى في الامارات، مرنت حراس مرمى في تونس، مرنت حراس مرمى في مصر هنا. كل واحد من دول عنده مفهوم فكري معين في التدريب، فانت لازم، يعني انا مش هقدر اغير عشان انا مصري وده سعودي، مش هقدر اغير عشان انا مصري وده تونسي، لكن هو التدريب بتاعك واحد، مين اللي بيتقبله؟ ده الحارس بقى اللي هو يعتبر نمره واحد. احنا بنعاني اشد المعاناه دلوقتي في قطاعات الناشئين. انت بتجيب لعيب توقفوا جون، الجون اللي بيجي يقف عندك مره ولا مرتين بياخد بعضه ويمشي، عايز يبقى محمد صلاح، عايز يبقى ابو تريكه، يعني واخد بالك؟ فانت لازم الاول تحببه ازاي يبقى حارس مرمى، وبعدين تديله الجرعه اللي هي قريبه جدا من الفهم بتاعه والفكر بتاعه اللي يبقى حارس مرمى ازاي، وبعدين تبدا تتوسع في الشغل التدريبي. مفيش نوادي في مصر هنا بتدي مساحه لمدرب حراس المرمى انه ياخد مساحه تدريبيه كامله. يعني احنا بنشوف في انديه يعني مركز حراس المرمى مهمل جدا، حتى في المدربين، حتى في اللاعب. في كابتن وفي ناس بتجيبها انت بتوقع، يعني في ماتشات فرق مثلا عندك جون ولا جونين ما بيجوش الماتش، بتضطر توقف لعيب. يعني واخد بالك ازاي؟ نعم. فرق ما عندهاش. لان انا كان عندي ماتش امبارح مع نادي المولين معيش حارس مرمى للاسف. طب هتكلم معاك يا كابتن حماده عن هل من الصعب صنع جيل قوي مثل كابتن محمد صلاح، الكابتن محمد النني، الكابتن محمود تريزيجيه، خصوصا الناس دي؟ هو كابتن جدا حاجه صعبه، اللي بيجتهد واللي بيتعب واللي بيتمرن كويس وربنا بيكرمه وبيوصل. انما النهارده في لعيبه بتيجي بتبقى جايه تتمرن، مش ما عندوش تارجت، ما عندوش هدف، هو جاي بيلعب كوره شوك بس. انما اللي بيشتغل، محمد صلاح ما تعب على نفسه واشتغل على نفسه كثقافه، اتعلم كويس، بدا ياخد من مدارس مختلفه، بدا يشوف ايه الضفات اللي عنده يشتغل عليها،
عشان كده النهارده ربنا كرمه من احسن ثلاث لعيبه في العالم. طيب يا كابتن محمد، كنت عايزك تتكلم بقى عن الفتره اللي انت كنت موجود فيها مع الكابتن ابو رجيله في السعوديه، واغرب المواقف بقى اللي دارت بينكم في السعوديه. انا عارف ان قلت لي في مواقف كتير جدا. كابتن ابو رجيله ده يعني من الناس المحترمه جدا في التدريب وفي الاخلاقيات وكل حاجه. لما تعاشروا يعني طلعت بينا، اولا هو عنده كلمه مفضله دايما كان يقولها واحنا في الملعب، بيقول يا جماعه كلنا في الملعب كلنا برجيله، يعني كل الجهاز دلوقتي معاه في الملعب بيقول لك كلنا برجيله. يعني انت لما تيجي تاخد قرار خده على انك انت المدير الفني، بس ما تغلطش عشان ما تخليش اسم المدير الفني مش كويس. مزبوط. من المواقف اللي يعني اللي حصلت لنا مره في السعوديه، يعني ما كناش قعدنا كام شهر كده، ظروف النادي الماديه ما كانتش سامحه يعني. فعرفنا ان الشيخ رئيس النادي بيركن عربيته داخل جوه يعني، فكابتن ابو رجيله قال له اقول لهم يا جماعه نصلي، كابتن ما فيش وقت للصلاه دلوقتي يعني، قال بس قوموا صلي بس وبتاع. المهم وقفنا صلينا، وكابتن ابو رجيله الامام بتاعنا واخد بالك، فالراجل الشيخ دخل لقى الناس بتصلي، ف قال نعال وراح دخل مسلم معانا. المهم كابتن ابو رجيله سلم، فبيقول له كابتن انتوا يعني ما فيش مش وقت صلاه، انتوا بتصلوا ايه؟ قال له احنا بنصلي صلاه القبض. واخد بالك؟ يعني بصراحه ربنا من الشخصيات المحترمه جدا، يعني انا كنت بشتغل مع كابتن ابو رجيله ده والله يعني من كل قلبي، ولغايه من وقتنا يعني من ساعه ما نزلنا من السعوديه لغايه وقتنا هذا انا على اتصال بيه. لما يكون ليا عندي مثلا رايح في حته، راح اشتغل بحته، لازم اكلمه واخذ رايه فيها. ايوه يا كابتن، طبعا كنت عايزك برضه تحكي لنا عن اصعب موقف حصل في ظل وجود الكابتن ابو رجيله موجود معاكم في السعوديه، او انت موجود مع حضرتك في السعوديه في الجهاز الفني. انا عارف ان انا بجيب ذكريات، بحاول اجيب حاجات مميزه لينا، بس في موقف تاني او انفرادات لينا، يعني انا عايز حاجه انفراد يعني لينا في الحلقه. في موقف تاني قبل من الكابتن ابو رجيله ما يمسك، وفي موقف مع الكابتن ابو رجيله قبل ما يمسك كابتن ابو رجيله، كنت ماسك انا مع مواطن سعودي الفرقه، وبعدين صعدنا من الدرجه الاولى للدوري الممتاز. ففضل عندنا ماتش واحد بره المدينه يعني، فالامير بتاع المدينه الراجل قال انا هبعت طياره خاصه تجيب الفرقه وتنزلوا في المطار بتاع المدينه والناس تحتفل. كابتن محمد، احنا معانا الكابتن ابو رجيله دلوقتي على الهواء. والله اهلا وسهلا بحضرتك يا كابتن مصر. الو كابتن ابو رجيله. طيب كمل يا كابتن محمد. خد بالك، فالمهم يعني قالوا حاجه تحصل احتفالات في المدينه واحنا نازلين في المطار. المهم رحنا لعبنا الفرقه دي انا كنت اعرف المدرب بتاعهم كابتن سعيد الشيشين يعني. فانا قابلته بالليله، كابتن سعيد ازيك ومش عارف ايه وبتاع، فقال لي محمد والنبي بالراحه عليا بكره، انا مش لاقي اللعيبه، انا بلم اللعيبه من هنا من هنا من هنا عشان ايه العب الماتش بتاعكم. لكن احنا اتغلبنا 4-0 ورجعنا في الباص. ادي حاجه. الحاجه الثانيه كابتن ابو رجيله، يعني مش عايز اعدي لك المواقف اللي طيب. كانت قول الو يا كابتن محمد. الو كابتن ابو رجيله. ايوه كابتن، ازاي حضرتك؟ الو، الصوت في حاجه يمكن كده في مشكله في المشكله كده في الصوت. هنرجع برضه تاني للمكالمه مع الكابتن محمد ابو رجيله. كنت عايز ارجع لك يا كابتن حماده عن الناشئين في مصر والمشاكل اللي بتقابل الناشئين في مصر، وخصوصا في ظل انتشار جائحه كورونا في الفتره الحاليه او في الفتره السابقه في الموسم الماضي، والغاء الموسم في الموسم الماضي اتلغى، والموسم الحالي مفيش شهرين من الموسم. طيب مره ثالثه برضه نقول الو الكابتن محمد، كابتن ابو رجيله. لا مش هقول الو بقى عشان ما كابتن. يا عمر الو. كابتن ازي حضرتك؟ اهلا بيك كابتن محمد. ان شاء الله اكون بخير يا رب، وحشني والله يا كابتن. الله يخليك يا محمد، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا كابتن، قناه الصحه والجمال حبيب. واحنا بنتشرف بحضرتك والله. اهلا بحضرتك. طبعا يا كابتن، كنا عايزين نتكلم معاك يا كابتن ابو رجيله عن اجواء وجودك او وجود الكابتن محمد مرسي معاك في السعوديه، واغرب المواقف بقى اللي دارت بينكم. هو قال لنا موقفين كده كانوا في السريع، عايزين برضه حضرتك تقول لنا اغرب المواقف اللي كانت بينك وبين الكابتن محمد في السعوديه. محمد مرسي ده يعني يعتبر من المدربين القلائل في مصر يعني، وانا بشتغل في اي حته بيبقى هو يعني معايا باستمرار يعني. لكن محمد يعني من المدربين الكبار، وربنا يوفقه يا رب. وبعدين هو دلوقتي بيشتغل وانا ما بشتغلش، المفروض ان هو
المفروض يا كابتن يجيب لك القبض يا كابتن. بنستفيد من خبره حضرتك وانت قاعد. يعني المفروض يعني يرد الجميل بقى يعني. ايوه كابتن هرده حاضر. قبضته بالدولار وقبضته باليورو فهو ما بيسالش عندي قرض بقى. يعني كده بلاش حق مالكش حق يا كابتن محمد. كابتن مصر هو ما بيردش الجميل يا كابتن مصر. لا يا كابتن انا خيرك عليا والله يا كابتن ازاي؟ هو جاي يرده بعد 20 سنه في الفتح وزمان. هيجيب علينا شويه. ما كانش معاه رصيد يا كابتن برجيله، ما كانش معاه رصيد. حبيبي والله يا راجل يعني يا كابتن حد محترم جدا وبعدين يحببك في 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 الشغل معاه. طبعا سيبك من التدريب كمان الناحيه النفسيه والناحيه الاخلاقيه، هو عنده حته الطيبه دي ما بيحبش يأذي حد وما يعرفش يأذي حد، بل بالعكس ده يعني انا يعني اتذكر هو يعني هيفكرنا اكتر. أيوة. كابتن برجيله كان ماسك نادي الزمالك وخد كاس مصر. اه طبعا كاس مصر. تاني يوم هو داخل نادي الزمالك بيقول لي الناس ما حسيتها ان هو خسر خسر البطوله. بيقول لي انا بقيت ابص للناس كده والناس تبص لي يا جماعه انا خدت الكاس امبارح من من في النهائي. الناس تبص له كده يعني هو ظلم برضو والله. طبعا كابتن ابو رجيله تاريخ كبير طبعا. انا وانا داخل كانوا فاكرين ان انا واخد كاس فلازم ابقى سكران. بدل ما واخد كاس يبقى لازم ابقى سكران يعني. كنت عايز استغل وجود حضرتك معانا يا كابتن ابو رجيله عن الاخبار المتداوله عن الغاء مسابقات الناشئين في الوقت الحالي. هل ده قرار صحيح ولا لازم يكون في استكمال للمسابقه حتى ولو بشكل جزئي او بشكل تدريجي؟ هو الموضوع كورونا ملخبط الدنيا كلها يعني للاسف. يعني فعلا بعد الدور ما بيكملش كامل، بيعملوا الدور من دور واحد واول ما بيخلصوا. وبعدين خلي بالك كل يوم والتاني في اتحاد جديد وكل فيه وجديد مجموعه جايه جديده وكل واحد جاي يلغي اللي فات ويتكلم في الجديد. ايوه لكن يعني انا اشتغلت في نادي الزمالك ما كانش عندي الا 2 لعيبه اجانب فقط. طب راي حضرتك هل استكمال الموسم ولا يكتفوا بالدور اللي حصل عليه؟ اذا كنا احنا الوحيدين البلد الوحيدين اللي الناس سقفت لنا كلها ان احنا كملنا الدوري وبنلعب كمان دلوقتي بطوله عالم في كره اليد. طبعا تمام في كره اليد تمام. يعني راي حضرتك ان احنا نكمل الموسم كده؟ كان عندنا بطوله الامم الافريقيه المنتخب اللي بتاع شوقي غريب المنتخب الاولمبي. المنتخب الاولمبي نعم. ايوه فاحنا كل الدول كانت قالت وفي الاول كل الناس قالت لا او كان النادي الاهلي عامل مشكله على ان الدوري ما لازم يكمل وكمل الدوري ولعبنا منتخبات وفرقه المنتخب الاول كسب الماتشين بتوعه ويعني ما حصلناش دروب بس الا في المنتخب الناشئين الصغيرين بتاع كابتن ربيع ياسين عشان كانوا بره. بس بشكر حضرتك جدا يا كابتن ابو رجيله وان شاء الله باذن الله تنورنا هنا في برنامج لمسه ولعبه وده شرف كبير لينا وجود حضرتك معانا في الاستوديو. شكرا لحضرتك كابتن ابو رجيله. طيب كابتن حماده كنت عايز اتكلم معاك عن اجواء الغاء مسابقات البراعم لاني يعني حاجه صعبه جدا يعني الموسم الثاني على مستوى كابتن هو للاسف ان البطولات دي بتكون ناشئين وبتكون منتخبات فالغاء الموسم الثاني بالتالي انت يعني بتضيع اجيال جيل 2001 بسبب جائحه كورونا ما خلاص كل واحد كان عنده لو انا عندي لاعب مواليد 99 وبيلعب ناشئين السنه الجايه ممكن ما يلاقيش فرصه في فريق او هو ما فيش لان استمرار المسابقات هو اللي بتفرز اللعيبه للمنتخبات وبتفرز اللعيبه للانديه لما عدم استكمالها اللعيبه بتبطل. انا بقول لحضرتك مثال 2001 مع كابتن ربيع ياسين الجيل ده طموحه كلها اتدمرت بسبب الظروف اللي حصلت معاهم في البطوله ان اللعيبه دي اشتغلت على نفسها بقى لها سنتين وكان كل لاعب عنده طموح ان هو يلعب ويشتغل على نفسه عشان خاطر يظهر في البطوله الافريقيه يبدا يجي له عقد احتراف في النادي يشوفه يتصعد انما الغاء المسابقه لا بندمر اجيال. طيب معانا برضه مداخله من الكابتن عماد عبدين لاعب النادي الاهلي السابق. اهلا وسهلا بحضرتك يا كابتن عماد. استاذ عبد الرحيم ازي حضرتك؟ السلام عليكم. عليكم اهلا وسهلا بحضرتك يا كابتن عماد. عامل ايه اخبار حضرتك؟ منورين الدنيا وضيوفك ناس محترمه وبجد طول عمرك كده يا كابتن عبد الرحيم حبيبي بتجيب لنا ناس الواحد فعلا بيبقى بيستفيد منهم ومن ارائهم المحترمه. حبيبي يا عمده كابتن عماد ربنا يخليك كابتن حماده منور الدنيا يا كابتن حبيبي ده نورك يا كابتن مصر حبيبي بالشخصيات المحترمه اللي بتشتغل بتراعي ربنا وفعلا بيربي اجيال. حبيبي يا كابتن مصر حبيبي. حبيبي يا كابتن موفق دايما يا حبيبي ربنا يخليك كابتن عماد. كنت عايز اسال برضه حضرتك كابتن عماد هل رايك ايه في الغاء مسابقات الناشئين في ظل الظروف الحاليه لو تم الالغاء؟
لا انا ضد الالغاء بصراحه، الدوله كلها بتحارب الوباء ده ولازم احنا كمان نكون على قدر المسؤوليه، يعني نساعد الدوله في ده وندعم في ده بان احنا ناخد بكل الاحتياطات واولادنا نحافظ عليهم طبعا، ونعلم الولاد ازاي يواجهوا، ما حدش يتدارى وندي ظهرنا للحيط زي ما بيقولوا. طيب يا كابتن عماد، برضو كنت عايز اتكلم معاك عن كيف اكتشف الكابتن حماده عبده اللاعب سيف عماد عبدي. والله كابتن حماده من الناس المحترمه اللي عينه كويسه اصلا في لعبه الكوره، ومش سيف بس على فكره، حماده طول عمره بيكتشف مواهب كتير الحمد لله. بامانه يعني ربنا يبارك له ويكثر من امثاله. ربنا يخليك يا كابتن. في ناس كتيره بتيجي يا كابتن حماده بتخلص على مواهب، لكن انت ما شاء الله مكتشف مواهب يعني. حبيبي يا كابتن مصر، انا ما بعرفش ان هو يحط السؤال ده على فكره، بقول لك على هوا اهو. عايز اقول لك كابتن عماد من الشخصيات المحترمه، مدرب محترم جدا ومدرب كبير جدا، واتظلم مع نادي الجونه بصراحه، فاتمنى له كل التوفيق، واتمنى ان شاء الله نشوفه في الدوري الممتاز، لان هو بصراحه عنده شغل كتير. كابتن عماد من الشخصيات المحترمه جدا، ربنا يوفقك كابتن عماد. الله يخليك يا عبد الرحيم، مبسوط اني دخلت وبجد منورين، ودايما كده يا رب دايما تسروا الوسط الرياضي كله براكم الجميله دي. شكرا لحضرتك كابتن عماد، نورتنا ببرنامج لمسه ولعب. كنت عايز اتكلم مع كابتن محمد برضه، اخد رايك. انا عايز اكمل الكلام بتاع كابتن عماد. صعب جدا على فكره الغاء موضوع الناشئين، لسه كنت اتكلم معاك في الكلام ده. صعب جدا، رايك صعب جدا انك تلغيه، لان المتابعه شغاله. انا هجيب قطاع ناشئين ولا متابعه ناشئين ولا كاس عالم يا جماعه؟ ده كاس عالم فيه 32 دوله على مستوى العالم كله، والبطوله بتتم في هدوء، مفيش حاجه خالص. ليه انا مين يعني؟ مش عارف، هو الكلام ده داير بقى له كام يوم، لكن لم يصدر قرار رسمي. هو مفيش قرار رسمي، ممكن يكون مثلا الكلام ده جس نط للشارع او يتنفشوا. الناس لكن هو على ارض الواقع حقيقي ولا مش حقيقي؟ انا ما اعتقدش انه حقيقي، وما اعتقدش انه ممكن. بس هو في بيان نزل رسمي من المنطقه باني من دور واحد، الدوري من دور واحد، من دور واحد بس. هو هل ده التمهيدي ولا ده ما حددش ان ما فيش دور تاني؟ يعني هو قال لك الدور الواحد بس. هو اللي نزل اللي تم الغاءه هو قطاع البراعم، مع ان كان برضو في سيناريو برضو يشتغل عليه. احنا طبعا مع مؤسسات الدوله ومع اي قرار يتاخدوه الدوله، بس كان في سيناريو ان هو كان ممكن ان هو بينظم بطولاته والبراعم على ملاعب اكاديميه نادي الاهلي وعلى انبي وعلى المقاولين، فكان هو ممكن يقدر ان هو يسيطر ان النادي يجي مع اللعيبه بتاعته بدون اولاء امور، فيقل التجمعات. هو حتى يعني حتى البراعم نقول ماشي عشان اولياء الامور وعشان حضره اولياء الامور، لكن الناشئين، بس هو كان ممكن الناشئين، انا بتكلم في الناشئين لما انا اجيب ناشئين لاعب 16 سنه ولا 17 سنه ولا 18 سنه، ده مش هيجي معاه، محدش هيجي معاه، فهيبقى القائمه بتاعت الفرقه وهيبقى الجهاز الفني. بعدين انت خلاص يعني الانديه عملت حسابها على كده، مسابقات شغاله على كده، انت ليه تيجي تلغي؟ بس انا برضو ما زلت اقول ان هيبقى القرار صعب جدا انه يتاخد بالطريقه دي، انه مش هيقدر يلغيها، ممكن ياجلها شويه، لان يعني بيقولوا على اخر يناير او نص فبراير الدنيا هتقل شويه. طب احنا في اخر هي قلت، يعني احنا شفنا الاحصاءات بتاعت وزاره الصحه، الاصابات بعد ما كانت طلعت للألف نزلت بقت 600 و500. خلينا نمشي كام يوم اللي جايين كده، يعني ادي مثلا اسبوع راحه، اسبوعين راحه، اللي هي الدورات بتاعت يناير اللي كانت بتتعمل دي، وبعد كده كمل تاني. لكن اوقف ليه؟ زي ما الكابتن حماده كده بيقولوا، زي ما حضرتك بتقول، في ناس مش هتكمل السنه الجايه. طب انا ضايع تعب، احنا مالناش دعوه بكورونا، كورونا ما هياش حجه ان احنا نتحجج بيها، لكن امشي على قدك، امشي حصن الدنيا. يعني احنا دلوقتي القانون دلوقتي ما فيش ماتش بيتلعب غير لما يكون عربيه اسعاف موجوده، غير لما يكون في طبيب موجود في الملعب، يعني انت برضو بتعمل اجراءات، وبقى يعني مش هنتدخل في قضاء الله وقدره. الكلام مع حضرتك يا كابتن محمد مخلص، انا عايز منك رساله اخيره نختم بيها. يعني اتمنى من 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 المناطق ومن اتحاد الكوره ومن السيد الوزير ان يعني نفضل نكمل المتابعات نمشي بيها كده، لان يعني حرام ان في لعيبه بتطلع يا جماعه، ازاي يطلعوا بعد اقول مثلا الراجل ده اتفرجوا عليه السنه الجايه، اجي السنه دي ما الاقيهوش ادور عليه السنه الجايه، الراجل هيكون خلاص يا اما بطل يا اما راح في حته تانية يا اما قاعده في البيت، صعبه جدا على لاعب الكوره بالذات. بنناشد ان المتابعات ما تتلغيش، يعني مش عارف. طيب رساله اخيره منك يا كابتن. انا هاخد من كلام كابتن مرسي، احنا عايزين نكمل، عايزين ان شاء الله ربنا يكرمنا، ان في لعيبه مستقبلها هيضيع، في لعيبه لما هتقعد في البيت محدش هيعرف عنها حاجه. في عندنا منتخبات، عندنا منتخب 99، عندنا منتخب 2003، عندنا منتخب 2006، انا ازاي النهارده لو لغيت المسابقات هجمع منتخب ازاي؟
وصعب ان انا اجيب لعيب من البيت اقول له انزل العب، لازم في تاهيل وفي تمرينات. فنتمنى من ربنا ان شاء الله ان ما فيش حاجه تتلغي، واتمنى ان شاء الله ان ربنا الصحة والسلامة للشعب المصري كله. معلش يعني هل الدرجه الاولى الدوري الممتاز هيلغي؟ لا طبعا. هل الدرجه الثانيه هتلغي؟ لا. ازاي انا اتكلم على الناشئين؟ يعني الغي ليه ناشئين؟ صعب جدا. بشكر حضرتك كابتن محمد، نورتنا النهارده برنامج لمسه ولعبه، اتشرفت بحضرتك وان شاء الله على وعد اللقاء في حلقات قادمه باذن الله. اهلا بيك، شكرا لحضرتك حبيبي يا كابتن عبد الرحيم، ونتمنى نكون كنا ضيوف خفيفة على السادة المشاهدين. يعني اعزائي المشاهدين، وبكده نكون وصلنا لنهايه الفقره الاولى من برنامجكم لمسه ولعبه، انتظرونا بعد الفاصل وتقرير من بطوله برنامج لمسه ولعبه ولقاءات تانية مختلفة داخل برنامج لمسة ولعبة، انتظرونا. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفاصل مع الفقرة الثانية من برنامجكم لمسة ولعبة. أعزائي المشاهدين، استمرارا لعرض المواهب والنماذج المشرفة من داخل قطاع ناشئين برنامج لمسة ولعبة، هيكون لنا لقاء مع يسعدني طبعا يكون معايا الكابتن كمال فتحي المدير الفني لنادي الاتحاد العربي غنيم وقطاع ناشئين لمسة ولعبة مواليد 2006. أهلا وسهلا بك يا كابتن كمال. واللاعب محمد شعبان لاعب نادي الاتحاد العرب غنيم وقطاع ناشئين برنامج لمسه ولعبه مواليد 2004. اهلا وسهلا بك يا محمد. الله يبارك. واللاعب محمد عيد الشهير بسومه لاعب قطاع ناشئين برنامج لمسه ولعبه ونادي الاتحاد العرب غنيم 2004. اهلا وسهلا بك يا محمد، شرفتنا ونورتنا النهارده برنامج لمسه ولعبه. كنت عايز اتكلم معاك كابتن كمال عن، كنت عايز اعرف واعرف الساده المشاهدين بدايتك بقى كلاعب كره قدم وكمدرب والاجواء بتاعتك ماشيه ازاي. هو بسم الله الرحمن الرحيم، في البدايه طبعا بدات من سن صغير، وفي البدايه انا حابب اشكر كل الناس اللي واقفه جنبي وبتدعمني من على راسهم عمي ربنا يا رب يخليه ويحفظه يا رب،
وكل حد بيبعت لي رساله ولو دعم صغير بسيط بيفرحني او بيديني طاقه ايجابيه ان انا اقدر اكمل. فانا حابب اشكر الناس دي جدا لان الناس دي فعلا في حياتي، يعني مش في حياتي انا مش هقدر اكمل بيهم، انا بيهم باذن الله باذن الله مكمل. واوعدهم ان شاء الله ان في حاجه قريبه جايه كويسه جدا. في البدايه انا بدات في نادي صغير جدا، ما حالفنيش نصيب، وقعدت في البيت شويه، رحت مرن تاني في بعض الاكاديميات. من هنا لهنا جالي شويه معارف، رحت الزمالك، نادي الزمالك مع كابتن ريشه وكابتن ميمس في 2013. فالحمد لله بفضل الله قعدت بتاع 8 او 9 شهور معاهم. فشويه شويه برضو حصل مشاكل كده، يعني بدون ما نتحدث في الموضوع عشان بتخانق من الموضوع ده. فشويه لقيت حد برضو بيكلمني في نادي الزمالك، قال لي هبعتك نادي الاسماعيلي مع كابتن احمد الجمل. قعدت برضو معاه فتره بسيطه، فجالي نادي النصر القاهري. ده بقى البدايه بتاعتي. كملت بقى، كان عندي ماتش ودي من نادي كنت بلعب في الاسماعيلي مع نادي النصر، كان عندي ماتش ودي هناك. فطبعا انا بروح من الاسماعيليه للقاهره المواصله. فقلت للمدرب بتاع النصر، قلت له ايه انا لو سمحت يعني اروح معاك في الباص، انا كده رايح مواصلات. فقال لي خلاص ماشي، مش مشكله، منين ومش منين وكده. فكنت موافق جدا في الماتش ده، يعني صدفه الحمد لله بفضل الله كنت موافق جدا في الماتش. فكلمني، انا ما كنتش لسه سجلت في الاسماعيلي، كنت بتمرن بس. فقال لي طيب ماشي، ما تيجي. حكيت له بقى الموضوع، فضل يتكلم معايا من الاسماعيليه لحد القاهره، هو بيتكلم معايا في الباص. ففضلت اتكلم معاه كتير كتير، فحكيت له عن كل حاجه. قال له طب وليه تقعد في الاسماعيلي ده كله وانت ممكن تيجي تتسجل معايا وتلعب دوري وتلعب وتلعب. فهو خلاص دخل في الموضوع، فغراني بالموضوع بصراحه. بس هم عملوا حركه يعني بدون ذكر الموقف، يعني المواقف. فانا اتضايقت لان جالي كذا نادي. فالحمد لله بفضل الله انا حاليا في شبرا البلد، وان شاء الله مكمل ومستمر وباذن الله باذن الله في صعود السنه دي. حابب اتاسف جدا جدا لكابتن محمد مختار، انا بعتذر جدا لان فعلا كان في ظروف الايام اللي فاتت ان انا ما قدرتش اجي. فانا بعتذر لك جدا. انا ومعايا طبعا جهاز فني كابتن نبيل رجب اخو كابتن بدر رجب بتاع النادي الاهلي، معايا كابتن عاصم وكابتن محمد احمد مدربين عام، ف جهاز فني كويس جدا ولعيب على اعلى مستوى ان شاء الله باذن الله في صعود السنه. ربنا يوفقك ابن كمال، انت من الناس المجتهد، ربنا يوفقك. حبيبي يا كابتن حبيبي. كنت عايز اتكلم معاك برضه يا محمد، بدايتك بقى مع الكوره كانت ازاي؟ الاجواء مشيت معاك ازاي؟ والله يا كابتن انا بديت في مركز شباب مدغم عندنا في البلد. وبعد كده انا والدي اساسا كان مدرب كوره. وطبعا من معارف رحت اكاديميات، اول نادي لعبت له نادي الزرقاء. كنت طبعا بسافر وكده، الكلام ده من 2016. ولعبت سنه هناك موسم في الزرقاء، بعدين جيت اختبارات هنا في العاب دمنهور. ولعبت في العاب دمنهور شويه، ورحت اختبارات الاهلي، وقعدت حوالي شهر في الاهلي بتمرن. بعدين طبعا تعرفت على الكابتن حماد عبده وجابني اختبارات نادي لمسه ولعبه، والحمد لله ربنا كرمني ومضيت مع النادي. الحمد لله ربنا وفقك يا محمد. طيب وانت محمد الشاربي سوما، كنت عايز اعرف برضه بدايتك بقى مع الكوره كانت ازاي؟ كنت ان شاء الله بدات في نادي البدرشين تحت كده الكابتن عصام حب الله يرحمه. الله يرحمه، يرحمه معلمنا كلنا طبعا. بعد كده رحت نادي سموحة. وعلي صوتك بس شويه يا سوما. ماشي. بعد كده رحت اسمك حلوان مع كابتن فرج. بعد كده لعبت في مدينه نصر مع كابتن احمد رمضان. جيت الاختبارات القطاع المشيين لمسه ولعبه. قابلت ودلوقت يعني تحت رعايه كابتن مندو وتحت رعايه كابتن حضرتك. حبيبي يا سمر ربنا يوفقك يا رب في اللي جاي. طيب كابتن كمال، كنت عايز اتكلم معاك بقى، انت لاعب كوره ولاعب فريق اول، ازاي بتحاول الله توفق بين دورك كلاعب وتمريناتك ووقتك وجهدك، وبين دورك كمدير فني لفريق 2006؟ هو التنسيق بيتم زي ما حضرتك قلت، الموضوع محتاج وقت. ازاي اقدر اظبط وقتي بين ان انا اتمرن وبين ان انا امرن وبين ان انا ادرس كمان، لان انا بدرس في كليه الصحافه دلوقتي الحمد لله. فوقت هو الموضوع، وقت ودراسه. انت بتدرس الصحافه؟ الحمد لله، يعني هنقطع الشغل باذن الله. فموضوع وقت. انا بقسم وقتي، انا عندي كام يوم في الاسبوع؟ عندي 7 ايام في الاسبوع. عندي كام تمرين هنا وكام تمرين هنا، وامتى هنا وامتى هنا؟ انا عندي مثلا في عرب ونيم حد وخميس مثلا. وعندي تمرين عندنا في النادي 2 و4، فانا هقدر اروح واجي. حتى ممكن، بس هو المشكله عندي في ان انا عندي ماتشات الجمعه في النادي عندي، وماتشات الجمعه في النادي اللي انا بمرنه، فدي يمكن رخمه شويه معايا، بس بقدر اظبطها بفضل الله. النادي عندي في اللي انا ماسكه الماتشات بتكون الصبح، فدي حاجه يعني الحمد لله موفقه معايا شويه، لان التمارين الماتشات بتاع النادي بتاعي بتكون الساعه 3 الا ربع، فدي بقدر اوفق فيها شويه، بس هي دي المعصلجه معايا شويه. بس فخير يعني ان شاء الله. طيب كنت عايز اتكلم معاك يا محمد عن افضل مدرب دربت على ايديه،
وهي الحاجات اللي انت استفدتها منها؟ والله يا كابتن اتمرنت تحت مدربين كتير قوي وكلهم بصراحه لهم فضل عليا. طبعا بدايتي كانت مع كابتن حسيني في نادي الزرقاء، قعد معايا حوالي 6 شهور بعدين ساب النادي. ده اول مدرب اتمرنت معاه هنا في القاهره، وبصراحه استفدت منه حاجات كتير. مدرب بيوقف اللاعب بدني كويس قوي. واتمرنت مع الكابتن ماندو والكابتن حضرتك طبعا والكابتن كمال، كان بيمرنا واتمرنت طبعا مع الكابتن محمد جوده من بلد عندنا هناك، والكابتن محمد عبد الصمد والكابتن هاني عشان ما انساش حد والله، والكابتن ضياء. ربنا يوفقك يا محمد، ربنا يوفقك. طب وانت يا سوما برضه افضل المدربين او المدرب اللي اتعلمت منه؟ الله كلهم بعد الفاصل هنخرج لفاصل ونرجع ليكم تاني مع برنامج لمسة ولعبة، انتظرونا. أعزائي المشاهدين ورجعنا لكم مرة تانية. كنت عايز أسألك يا سوما عن أصعب أو أفضل المدربين اللي أنت اتمرنت على أيديهم واستفدت منهم. والله كوتش أنا بدأت مع كابتن أحمد عبد العزيز، ده هو اللي مؤسسني صح. تمام. بعد كده بعد في البدرشين تحت كده كابتن عصام حب وكابتن أحمد ماضي برضه عشان ما أنساش حد، برضه كابتن فرج وكابتن أحمد رمضان برضه وكابتن سعد عمغني طبعا ما أقدرش أنساه، وكابتن ماندو وكابتن كمال وحضرتك وكابتن خالد عزام. يعني الناس دول هم يعني لهم فضل عليا كتير يعني. ربنا يوفقك يا سمر. طيب كابتن كمال، كنت عايز اتكلم برضو عن ابرز المواهب الموجوده في قطاع نادي ناشئين لمسه ولعبه وفريق 2006. بص، هو بفضل الله احنا عندنا منظومه كويسه جدا بفضل الله. يعني اللي منجح المنظومه ايه بقى؟ هو اول حاجه حبنا لبعض طبعا، الحمد لله. ثانيا طبعا مدربين معانا على مستوى كويس جدا، كابتن سعد عبد المغني، كابتن خالد عزام، كابتن عبد الله، كابتن ماندو، يعني حاجه كويسه جدا. وحضرتك مش شايف على القطاع فانت منجحه لنا برضه ما شاء الله عليك، وشايف وجبك على اكمل وجه ان شاء الله. يعني الناس الموجوده عشان بس ما انساش حد برضه في 2006، عندي الصياد هاف رايت، الواد طارق هاف ليفت كويس جدا، سيف، عمار، مروان، عندي الحارس محمد عادل، عندي بعض محمد ماهر باك يمين محمد، وعندي طبعا زيدان مستدعى منتخب مصر ما شاء الله عليه، ربنا يوفقه يا رب. وفي 2004 طبعا من وجهه نظري وعشان ما انساش حد كلهم كويسين جدا وكلهم نجوم، عندك محمد سومة ومحمد شعبان وحسن وزلابيا وجده والناس، يعني المجموعه بتاعت البدرشين كلها كويسه جدا، وربنا يا رب يوفقهم. والله منظومه كويسه جدا ولاعيبه على اعلى مستوى، وان شاء الله مستقبلهم هيكون كويس فيما بعد باذن الله. طيب انا متوقع عليه. كنت اتكلم معاك ان انت من البحيره والقطاع والفريق من القاهره، الصعوبات بقى اللي بتواجهك والازمات اللي بتواجهك، وخصوصا ان انت بتضطر يا اما بتقعد في القاهره عشان التمرينات وعشان الماتشات، يا اما بتسافر وتيجي. والله يا كابتن انا بروح مثلا بروح بلدنا يومين واقعد هنا شهر ولا حاجه. الطريق طبعا مشوار طويل قوي يا كابتن، بقعد حوالي 6 ساعات في الطريق عبال ما اوصل النادي هنا. يعني بصراحه بس الشخص لما يكون عنده هدف حتى لو الدنيا بحالها واقفه ضده ان شاء الله لازم يحققه ان شاء الله. صح، ربنا يوفقك. طيب وانت يا سوم، كنت عايز منك بقى اصعب موقف مر عليك وانت موجود في الملعب. في الملعب والله ساعه ماتش السلام كنا خسرانين 1-0 الاخر 22 دقيقه. تعالى شغلك بقى، انت مكسوف ليه؟ لا والله انا مكسوف عادي. عادي يعني كنا خسرانين 1-0 لاخر ربع ساعه يعني، وجالنا بديل زي ابو مصطفى رجب طبعا ما اقدرش انساه، جابنا 3 جوان. وده اصعب موقف مرنا بامانه يعني. الماتش بقى خلص كام؟ 4-1. دي اهم حاجه كنت لازم تقولها. الماتش خلص 4-1. 4-1 الحمد لله يعني. طيب كابتن كمال، كنت عايز اتكلم معاك برضو عن الدعم من اسره برنامج لمسه ولعبه، هل ده يوافق امكانيات او يؤدي للنجاح القطاع ولا لسه في دعم تاني؟ هو اكيد اكيد طبعا، الناس شايفه يعني شايفه الواجب بتاعها وقايمه بيه على اكمل وجه ما شاء الله عليهم، واكيد اكيد لسه عندنا كتير جدا. وبعدين في يعني انا متوقع ان في صعود السنه دي باذن الله لل 2004 باذن الله. طبعا بنتكلم في الفقره الاولى مع الكابتن ابو رجيله ومع كابتن عماد ومع الكباتن كلها. لا في فدي في حاجه مشرفه جدا، ودي حاجه يعني دي تبين لك نظام المنظومه، فدي حاجه كويسه جدا. انا شايف يعني من وجهه نظري ان دي حاجه كويسه جدا.
طيب يا محمد، كنت عايزك تتكلم عن اكتر حد بيدعمك وبيسندك في الفتره اللي انت موجود فيها في الطبيعة. طبعا اول ناس طبعا والدي ووالدتي واقفين في ظهري من زمان قوي، وعيلتي واصحابي طبعا، وكابتن سعيد عبد المغني واقف في ظهري بطريقه جميله جميله، وكابتن خالد. وبحب اشكر برضو والدي ووالدتي تاني، هم اكتر ناس واقفين في ظهري، وعيلتي، واهم حاجه يعني اصحابي اللي بيدعموني. حتى كابتن مندو شايف جنبك لا ده هينفخك طبعا. ده كابتن مندو ده هو اللي جابني النادي هنا طبعا، ده هو ده فضله لوحده غير اي حد تاني يعني. كابتن مندو طبعا مدرب جامد قوي، واي لاعب في الدنيا يتمرن تحت ايده ويحبه. حصل. وبمرن اي لاعب، واي لاعب عنده عيوب بيطلعها له وبيشتغل عليها. وبخلي بص يا كابتن بصراحه مميز. كابتن ما شفتوش بديل لغايه دلوقتي، وحضرتك طبعا اتمرنت تحت ايديك. طيب يا سوما، برضو كنت عايز اتكلم معاك عن الاجواء بقى في عرب غنيم وفي نادي في قطاع ناشئين لمسه ولعبه. هل حاجات مفيده ليك بالنسبه لك، ولا زيها زي المراحل اللي مرت عليك قبل كده؟ لا والله يعني عادي، يعني انت كوتش برضو موفر لنا حاجات كتير برضو، يعني كور حلوه وملعب يعني حاجات برضو عن نواد اخرى. مين بقى اكتر حد بيدعمك وبيسندك؟ والله يعني ربنا، ثم والدي، ابويا وامي اولا، صحابي كابتن مندو عشان ما انساهوش برضو، حضرتك كابتن جمال، كابتن سعيد عبد المغني، هم دول يعني اكتر ناس دعمني لحد الان. ربنا يوفقك. طبعا كابتن كمال انا عارف ان انت بتقول شعر كويس. الحمد لله. فانا عايزك تقول لنا كده حاجه حلوه. هقول حاضر ومش هاخد من وقتكم ثواني، بس براحتك. بس قبل ما اقول، انا طبعا محتاج يعني عاوز يعني مش هقدر ان انا اتكلم اهو في يعني يعني وقوف امي جنبي، لان هي امي واخواتي طبعا وعمي واقفين جنبي بطريقه يعني ربنا يا رب يخليهم ويحفظهم. وانا مش يعني لو فضلت اتكلم من هنا لحد الحلقات الجايه كلها ما تخلص مش هقدر. طبعا وقفهم جنبي. هقول لهم شعر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، منطقي منطقي، دخلنا في الشعر. لما يبقى يتيم وامي ويبقى سيدي العالمين، منطقي الحساد هتكتر، والعدا والكارهين، واللي هيقول لك ده شاعر، واللي هيقول لك ده ساحر، واللي هيقول لك ده كافر، واللي يكتب واللي يرسم، واللي يكذب واللي يشتم. منطقي هي غيره زي غيره الوليد ابن المغيره، مش كان هيسلم بس حاجه في نفسه حكت، كبره خلى نفسه شكت، اصل ده الكبر ده اكبر خطر، بس يعني الجنه تعمر وحدها، حبه في الجنه ونعيمها وحبه في سكر. منطقي لما يبقوا المسلمين حالهم كده تطلع ضوافر للعدا، ما دمت مش زارع بايدك غلتك، والجوع قرص على معدتك فزلتك، ما دمت متشتت وتايه في الكلام، فين الودان اللي هتسمع شكوتك؟ ومنين يجيلك وش تحمى ولا تغضب ولا ترفع كلمتك؟ هم مش قاصدين يهينوا المصطفى بحبه صور، هم عارفين ان سيدنا النبي سيد البشر، هم قاصدينك. كنت عايزك رساله اخيره كده منك يا محمد. والله يا كابتن انا عاوز اشكر طبعا والدي ووالدتي وعند اصحابي وكل من واقف في ظهري واي حد بيدعمني حتى لو بالتليفون. طبعا بشكر صحابي طبعا احمد صلاح، بريم صلاح، الرجاله دياتي، محمد عادل، عمر ما انسى حد طبعا عشان ما حدش يزعل مني، عمر ما انساهم. وربنا كابتن اي حد بيدعمني بالتليفون ده له فضل عليا ان شاء الله. ان شاء الله في المستقبل. وانت يا سومر رساله اخيره مني. ابويا وامي اولا اشكرهم، هم واقفين جنبي بامانه يعني، ما مش مقصرين معايا في اي حاجه. طبعا احب اشكر الفرقه كلها، احب اشكر حضرتك، احب اشكر كابتن مندو، احب اشكر كابتن كمال، احب اشكر اي حد نسيته يعني. في رساله اخيره منك يا كابتن كمال، كلمه اخيره. هو انا بس يعني لكل الناس، طالما انت شفت حلمك اوعى اوعى تسيبه، دايما خليك ماشي وراه لحد ما تحققه. امتى تسيبه؟ لما لا قدر الله تموت بس. شكرا لك، خليك ماشي وتواصل ان شاء الله باذن الله. شكرا ليكم، نورتونا النهارده برنامج لمسه ولعبه اعزائي المشاهدين. وكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، انتظرونا كل يوم اربع الساعه 6 وبرنامج لمسه ولعبه.